فكرة الزميل محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي في المصري اليوم تحدث عن الأداء المهني وشاف انه اللي بيصنفوا فلان اهلاوي وفلان زملكاوي هم دول المنتفعين. منتفعين بايه؟ ما انا علشان الامر يتعلق بالزملاء والصحفيين حابب اخد راي صديقنا العزيز محمد الشرقاوي ونشوف يرد عليه ايضا محمد الشرقاوي. اعلامي او صحفي اهلاوي او زملكاوي طلعها بعض المنتفعين وبعض المغرضين علشان يوصلوا لاغراض معينه، واصبحت موضه في الوسط دلوقتي ده ابيض ولا ده احمر. هي القصه الصحافه والاعلام قواعد، استاذ احمد عارف قواعد، في قواعد مهنيه بتطبق. ما انا عارف انت بتقول كده، ملهاش علاقه يا جماعه خالص 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 بحته ابيض او احمر. ابيض او احمر ده في القهوه بس، هم عشان بعض المغرضين وبعض المنتفعين اللي هم عايزين حاجه معينه وعايزين ياخدوا مكاسب معينه روجوا في الرأي العام مسألة أصل ده صحفي زملكاوي وده صحفي أهلاوي، أو ده إعلامي أهلاوي وده إعلامي زملكاوي. من سنة أو من ست شهور ما كانش فيه الكلام ده. طول الإعلام من أيام فايز الزمر الله يرحمه وهشام رشاد والناس اللي هم في التلفزيون المصري وبعد كده القنوات الفضائية، طلع الكابتن أحمد شوبير، ما ده كابتن النادي الأهلي. ما كانش حد بيتعامل مع الكابتن أحمد شوبير على إنه كابتن النادي الأهلي. موضة بقى اسمها أصل ده أهلاوي وده زملكاوي، ليه؟ لأن بعض الطامعين وبعض المغرضين عايزين يروجوا القصه دي علشان يصنفوا تصنيفات ويعملوا حاجات كده عشان هم اللي يستفيدوا منها. ولكن الاعلام في انا محمد الشرقاوي بيقول راي قدام شاشه التلفزيون، او احمد الخضري بيقول راي، او احمد اي حد بيقول راي، الناس اللي بتسمعه او بتشوفه بتقتنع او ما بتقتنعش، ترد عليه او ما تردش عليه، عنده مصداقيه او ما عندوش مصداقيه. الناس المفروض ان هي بتناقش الراي، ما بتناقشش الانتماء. لان لو القصه اصبحت قصه انتماء يا استاذ احمد يبقى انت كده خرجت عن نفاق الشرف الصحفي. تمام. انت بتتكلم مثلا لما يجي يقول انا اصل انا صحفي اهلاوي او انا اعلامي اهلاوي وبحب النادي الاهلي، لا انت كده ما انتش مهني، انت كده بايع مهنتك. تمام. لا انت اللي بيتكلم بالشكل ده بس يبقى اسمه بايع مهنته. اولا ميثاق الشرف الصحفي ما فيهوش ان انت ما تبقاش اهلاوي ولا زملكاوي، أو ما تبقاش ماركسي أو نصيري أو شيوعي أو ليبرالي أو إخواني، ما فيهوش كده خالص. بس ما تخبيش بقى. لكن هو صديقنا العزيز محمد الشرقاوي قال لك الحكاية دي ما ظهرتش إلا من ست شهور. وواضح من ضحكة أحمد الخضري وهو معاه إنه الكلام كان رايح لملك وكتاب. إنه الناس ديت هي اللي قال صنفت الناس وقت ما كان الراجل محمد الشرقاوي مسؤول في القناة هنا، واتقال وقتها إنه زملكاوي. على فكرة مش إحنا اللي قلنا ده. قبل الكلام ده محمد بيقول ده ظهر من ست شهور فقط، برضه في تلقيحه مقصود بيها ملك وكتاب، عشان كده خطينا مرحله التلقيح ورحنا للتصريح. محمد الشرقاوي في مارس 2010 في خناقه شهيره عنيفه على الهوا له مع ابراهيم حسن، كان ضيف وقتها الشرقاوي مع كابتن مدحت شلبي، قال له انا زملكاوي انت مش زملكاوي في خناقته مع ابراهيم حسن. سيبنا من اللي اتقال في 2010. طب ما اللي اتقال هنا في قناة الأهلي هو احنا اللي قلناه؟ هل احنا اللي صنفنا الناس؟ ولا هو محمد الشرقاوي نفسه الراجل اللي اتكلم؟ طب ما نفكر هو قال ايه في قناة الأهلي نفسها؟ بحس ان الدنيا بتتراجع. على فكره انا بقولها وانا انا زملكاوي، والناس كلها عارفه ان انا زملكاوي، يعني عشان ما حدش يقول ان انا مثلا بزايد او بعمل حاجة. أنا هنا في قناة الأهلي وبقول إن أنا زملكاوي، قال كده محمد الشرقاوي وقتها حرفيًا. وأنا قلت لكم إنه الراجل في مارس 2010 يعني قبل الوقائع دي كلها بثمان سنين كان أعلن ده بشكل واضح، مش ملك وكتاب اللي قال ومش ملك وكتاب اللي صنف الزملاء. إحنا أشد حرصًا، وهي تهمة، إحنا أشد حرصًا على ما يتحدث عنه البعض عن قيم مهنية. أستاذ إبراهيم إحنا لما ذكرناه ذكرناه بمناسبة الاختراق وخطورته. الاختراق وخطورته. انا قلت له انت زملكاوي وبتطلع في قناه الاهلي بتقول انا زملكاوي، هل من المنطق انك تبقى عضو لجنه البرامج في النادي الاهلي وكل اعضاء اللجنه زملكاويه؟ قلت له يعني هي بالصدفه، يعني كيف يمكن لناس منتمين مش راضيين يقولوا ان الاهلي هو الجدير برقم نادي القرن يبقوا بيدافعوا عن قضايا النادي الاهلي؟ ده اللي انا قلته وسالتهم سؤال محدد، اتحداك أنت وفلان وفلان وفلان
تطلعوا تقولوا الاهلي هو نادي القرن، نادي القرن في افريقيا عن جدار، او هو معترفين بهذا القرار، ولحد النهارده ما قالهاش، وفضل واخد طيار معين في معاداه الاهلي والاستفاده من الاهلي. ومين اللي مغرض عندما تكون بهذه المشاعر وموجود في قناه المفروض انك بتدافع عن قضايا الاهلي، وانت لا تجرؤ ان تذكر حق اصيل مؤكد ان هو ده نادي القرن؟ سالتك وعملت لك اختبار، سقطت فيه سقوطا مدويا، وما زلت توالي السقوط حتى الان وبتكابر وعمال تقول كلام. يا اخي اتكلم شويه في العام، انت لحد دلوقتي بتتكلم في النادي الاهلي وبتتكلم في السلبيات بس. ما هو المساق الشرف الشرف الصحفي بيقول لك اصطاد نادي وافضل ضده واتكلم على سلبياته والغي ايجابياته، هو ده مساق الشرف الصحفي بتاعك؟ يعني انا مش عارف انت حلفته فين المساق ده، وبعدين هو فين المساق؟ اقسمت قدام مين؟ انا عايز اعرف، هو في قسمه متخرجه من الكليه؟ لا مفيش. انما بقى التشدق ويقول لك المغرضين، مغرضين عشان نعمل فيك ايه؟ عشان ابعدك على القناه بس. ابعد عني واعمل اللي انت عايزه. يعني انت عمال تهاجم دلوقتي الاهلي وتهاجم كل نجاحاته، لا تعنيني، تهاجمني انا شخصيا لا يعنيني، لكن عندما تكون في مطبخ الاهلي لا ما سيبكش تحط لي السم في الطعام بس. وهي الفكره مش فكره برضو ينفع ولا ما ينفعش. لا ما ينفعش. ايوه ليه؟ استمرارا لنفس القياس. هو انت تقدر تجيب واحد مؤمن بالقيم الرأسمالية تروح تمسك والليبرالية والحقوق الفردية يدير حزب التجمع أو أي حزب؟ لا يسارك. لا سألك سؤال أنا مباشر، أنا بتكلم الناس اللي عندها جزء من العقل. أنا أقدر أجيب حد منحاز للملكية الفردية والرأسمالية وأقول له خطط للعمال والفلاحين والعمال؟ هل يقدر حد رأسمالي يدير فكر شيوعي؟ هل يقدر حد اشتراكي يمسك مش معترفين دول جريدة تانية أو يا جماعة؟ أنتوا بتتكلموا على ما هي الرياضة كده، هي مشاعر وانتماءات وقناعات، قناعات رياضية أو فكرية أو سياسية. هسألك سؤال مباشر نبسط الدنيا. أنت وأنت تدافع عن حق النادي الأهلي الغير قابل للجدال والبتاع، أصل المثل ده بيبقى واضح عند الناس إن هو نادي القرن. هل من الممكن في يوم ما قريب انك تبقى رئيس تحرير مجلة الزمالك وتقول الاهلي مش نادي القرن اطلاقا؟ ده اللي بنقوله بقى. انت قناعاتك سمعتك مهنتك، مش بس ميولك انت اعلنت انت اعلنت قناعاتك انت واسامة خليل ومحمد صيام تاني وما زلتوا تديروا الامور في اتجاه كيف يسقط الاهلي. انتوا عندكم مساق الوحيد اللي اتفقتوا عليه برئاسه عمرو خفاجي وبيقول لي طب اجيب سيرتي لانه قالها لي انا شخصيا، اذا لم نستطيع ان ننهض بزمالك سنسقط الاهلي، قالها لي في وشي وانا خدتها دعابه، بعد سنين لقيتها بتتحقق فخفت منها. عندي سبب مش ما عنديش سبب، وهو بيعاتبني تقول له عمرو ما تتنصلش من اللي قلته، ما ينفعش تبقى مسؤول عن قناه الاهلي، ما ينفعش. فالكلام ده، وانا على فكره اظل رغم انه مسؤول عننا في بس بعيد شوي، انا لا اهاب شيء، مش اهاب شيء ليه؟ لاني مش عايز حاجه من الدنيا غير ان انا اقول كيف احافظ على قناعاتي وادافع عنها اللي هي في صالح الاهلي. انت ما بتحبش الاهلي يا اخي، ازاي تدافع عن النادي الاهلي؟ انت مش معترف بحقوق الاهلي، ازاي اجيبك تبقى المحامي بتاع الاهلي؟ الغلطة دي عملناها لما مازن مرزوق كان يتولى ان هو العضو المنتدب على القناة وهو اللي ماسك الملف بتاع المشكلة مع مسك، فكان من الطبيعي ان تخسر هذه القضية طبعا، ولما نبهناهم زعلوا مننا. ازاي تجيب زملكاوي يدافع عن حقك وهو في مسك وعنده علاقة عمل مع الاي ار تي الطرف مش كده والسيدة حرم وهي الخصم؟ الله من مسك ما حاجات تجننك. لما تقول الكلام ده الناس تزعل. لو تكرر الامر مرارا لقلته بنفس الوضوح وبنفس الوضوح، والكلمتين الجايين مش في الورق، يعني المهندس عدلي مش مكتوبين قدامه هيتفاجئ بيهم. الصديق العزيز محمد الشرقاوي في نفس الحلقه تقريبا اشار لمساله، يمكن انا شفتها على اليوتيوب، اموت
قبل ما اشوف، او نفسي قبل ما اموت اشوف يوم المهندس عادل القيعي يعمل عملا متطوعا في الاهلي، ولا اشوف فيك يوم يا عادلي. يعني ده التعبير تقريبا اللي انا شفته. وشفت الكلام انه ليه ازاي بيحب الاهلي وبيقبض منه او بيشتغل فيه محترف. الحقيقه صديقنا العزيز شادي عيسى رد عليه في نفس الحلقه بمنتهى المنطق برضه، وانا حريص على مخاطبه المنطق. قال له هو انت ما بتحبش المصري اليوم؟ ما انت بتحب المصري. لا هو انت مش بتحب مهنتك؟ يعني فكره بقى انه ليه عدل القيعي مش متطوع. انا عايز اقول للشرقاوي ولكل الجيل ربما في نفس السن، لانه كل هؤلاء الزملاء قبل ما يتولدوا، ومؤكد ان هم اتولدوا بعد السبعينات، بعد بدايه السبعينات، كان المهندس عدل القيعي يعمل متطوعا في النادي الاهلي. يعني انتخب عضو مجلس اداره للنادي من 74 ل 78. اعتقد كل هذه الاجيال من 76 ل 80 او من 76. لا وقبل كده لما رحت سافرت كندا عشان طاهر الشيخ ما كنت، ولما تطوع. عملت في هذه المساله وانتخب عضو مجلس اداره في النادي الاهلي وسكرتير لعدد من الالعاب، تنس أيوة. الطاوله او كره وهاندبول. طبعا وكلها بتطوع. اللي ورا ان المهندس عدلي يحترف العمل في النادي الاهلي كابتن صالح سليم عليه رحمه الله، لانه في فبراير 92 المهندس عدلي نجح عضو مجلس اداره في قائمه الكابتن صالح في المجلس الانتقالي اللي استمر من فبراير 92 لنوفمبر 92 مع اخرين كانوا الاول مره يدخلوا وقتها، المهندس ابراهيم المعلم والدكتور حسام بدراوي واللي هو سفير نور واللي هو فاروق رجب. ثم في نوفمبر 92 ترشح المهندس عادل القيعي تاني ضمن قائمه الكابتن صالح، وقتها لم يحالفه التوفيق في هذه الانتخابات. اسقطوني عشان ابقى مدير النادي. وتبين له بعد كده انه الكابتن صالح، مش الكابتن صالح، زمايلي، زمايلي اللي في البتاع ما تحمسوش في الانتخاب، كانوا بيشيلوني من ليست عشان يجي مدير نادي. ثم يختاروا الكابتن صالح باصرار شديد انه يجي مدير عام للنادي الاهلي.